تشهد الساعات الأخيرة لشهر شعبان إقبالاً شديداً للناس على شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية. أمواج من الجمهور تغص بها المولات تحضيراً لدخول شهر رمضان المبارك، حيث بدأت الأسواق والمراكز التجارية في الدولة تكتظ بشكل كبير بالمتسوقين، وما يدفع العائلات لشراء كميات كبيرة من المأكولات قبل رمضان هو ارتباط هذا الشهر بالمفهوم الديني، حيث تقدم عائلات على إطعام أقاربهم عبر العزائم وحتى إطعام الفقراء والمحتاجين ابتغاء للأجر، وهذه عادة طبيعية. وفي موازاة لذلك، كثفت الجهات المعنية من رقابة على الأسواق وسيرت المفتشين على المنشآت الغذائية وحظيت بمتابعة وصفت بالشديدة، بينما سجل متسوقون ارتفاعاً في الأسعار في بعض الأسواق على حد قولهم. وقامت بعض الجهات الرسمية ببث رسائل توعوية للمستهلكين تطالبهم بعدم الإسراف والتبذير وشراء ما يلزمهم فقط، مع عرضها لأسعار السلع التي تم تخفيضها ضمن المبادرة التي طرحتها هذه المنافذ في حملاتها الترويجية، والتي شملت عدداً كبيراً من السلع في جميع منافذ البيع. الزينة بريق في كل مكان، وأجواء البهجة ترسم معالمها الأنوار، وهي تزين كل طريق وشرفة منزل، هي نفس الروح التي بدت تسري في الطرقات وكأنها زحام ذروة، مع ازدحام الشوارع الرئيسة والميادين بالمركبات على مختلف اتجاهاتها. وانتشرت الخيام الرمضانية في العديد من الأماكن والفنادق التي امتازت بأجواء مفعمة بتقاليد الضيافة العربية الأصيلة، وتقدم تشكيلة استثنائية من الأطباق التقليدية والعصرية، كما وتحرص العائلات على اصطحاب أبنائها للاستمتاع بالعروض الترفيهية التي تقدمها الفرق الفلكلورية والتقليدية خلال هذه الفترة.